تان بلا ما غاد حرب خديت فرنسا انت ذا الخيانت مكتبي ما الا استقلد سير يا اذا والني قدراني هني نا الشهيده من عباس الغرور البطله قلاني سير جي جي جنرالات اللعذو وذوك سمكتين واستجهد الناس تبدي وتنوك من ذو سقيريس وسبن ترويح الناس ويقول قدام المعارك اولها خنشله ولا لا خلنا قلك هالي للجراب الا جلال لا انت قدام المعركه نسليت انت خرج في النهار في الليل وقع الرصاص الوحده نتاع اللي الغدوه خرجوا لنا العسكر يحرقوا لنا في النوادر قطعوا المزاود قطعوا كسروا لنا الماعن كسروا لنا كل شيء عباس لورور نسني ثقيل جديده غرس الكامين ثقيل جديده يدرب قال العسكر ثقيل جديده وقعد اروح النقا عقال الغرغر ضغيلين ويتعدى السيدين غير وارقو الشهيد عباس الغرور يمضبرني سوريفني مزويران القرث يسقود نغلت من غيوث نظابط فرنسا ويمزوارو ذي ثورث النت للي النضال الناس وسبن ترويح الناس يتوتلي في اللاس ومقران ذو مزان يوم ما خلاتوش يروح تتقابض كل يوم هي وياه قلت تخلي لي ولاد صغار قال لها درك الويكاند يا اخي بالحد بكري السبت والحد قال لها على 12 تاع الليل يرقد بابا ويما والولاد لبس لك القشابي وحنا دار الحاكم من ثم بحذانا قال لها ونديك تشوفي في الظلم بعينيها كيما شفتي والو الشهيد عباس الغرور ولي بشهاده العدو الفرنسي الذي قال فيه احد الضباط وهو دومينيك فارال انه اكبر قائد الحق خسائر بالجيش الفرنسي من سنه 1954 الى سنه 1957 الطلم الاستعمار يتجا القائد عباس الغرور ذي حارب فرنسا اي تضواس هذه رحم ربي الشهداء